بالنسبه للموضه انا شايفه ان الموضه ان انت ازاي توظفيها عليكي، ازاي الموضه ان انت تاخديها تناسبك، ازاي تخلي الموضه مالوفه عليكي انت. مش فكره ان انت مثلا الحاجه نازله فاللي هو انت تطبقيها وخلاص وانت مش عارفه هي حلوه او وحشه فيكي. انت اول حاجه لازم تعرفي اصلا ايه اللي يناسب جسمك، يعني جسمك فعلا هو ايه الدوفيل اللي فيه وايه اللي يعني ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبوش. البنت اللي هي مش بتعرف تلبس او ان هي مش عارفه توظف نفسها في اللبس، هي تبتدي ان هي تعمل يعني تبتدي تنزل تتفرج على لبس كتير، وتبتدي ان هي تتابع الموضه، وتبتدي تتابع ان هي في ناس كتير بتبقى بتتكلم يعني بتتكلم الجسم ده يناسبه ايه، المليانه من تحت ورفيعه من فوق، ازاي ان هي تلبس حاجه من فوق مثلا تكون واسعه شويه ما تلبسهاش مكسمه قوي، وتلبس حاجه من تحت لو هي مليانه قوي تلبس حاجه ساده ما تبرس ان الشكل اللي تحت تبقى واضح قوي، او تلبس حاجه فضفاضه قوي فتبين الدوفي قوي، وفي نفس الوقت تعمل شكل من فوق تحط بروش تحط يبقى مثلا الكتف يكون عريض شويه بتاع البليزر او البلوزه ان هو يبقى مرفوع، بحيث ان هي تخلي شكل في جسمها يتخليه ان هو اللوك كله على فوق ما تخليش اللوك كله على تحت. ونفس الحكايه لو واحده رفيعه قوي من تحت وعريضه من فوق، تحاول على قد ما تقدر تخلي من فوق ما يكونش في حاجه ضخمه وما تكونش ملفته، تكون على قد ما تقدر تكون الحاجه سيمبل قوي، ومن تحت تعمل فكره بحيث ان هي تاخد العين على تحت ما تاخدش العين على الدوفي نفسه، ما تحسش اللي قدامها ان ايه ده الموضوع هي فيه، ممكن تكون اصلا هي مش ضخمه كده بس ممكن تلبس حاجه تضخمها على ضخامتها، يعني تخلي الشكل اوفر قوي عن الطبيعي بتاعها.